بس هل يجب دعاء الاستفتاح عند الصلاة على الميت؟ صلاة الميت مخففة، فذكر العلماء أنه لا يستفتح فيها، يبدأ بالتعوذ والبسملة ويقرأ الفاتحة ولا يحتاج إلى استفتاح، لأنها صلاة مخففة يطلب فيها تعيين الميت والإسراع به، فالأفضل ألا يكون هناك استفتاح. هذا هو المنصوص عند أهل العلم، بعض أهل العلم يرى فيها استفتاح، ولكن الأقرب والله أعلم عدم ذلك، لأنها صلاة مخففة ليست ذات الركوع ولا سجود.